صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتكوني فيه يا برج الثور. ندخل على طول على القراءة العاطفية بتاعتنا ونشوف الطاقة بتاعتنا ايه. اعتقد يا برج الثور انت ممكن يكون بادئ حاجة جديدة او بادئ حاجة جديدة ومشروع جديد او بادئ علاقة جديدة بمعنى ادق، وحاسس بفخر قوي، يعني بمعنى ادق كده، يعني شايف انها العلاقة المناسبة واللي انت ممكن تتخلى فيها عن السنجلة بتاعتك وتخشها، هي اللي هتحقق لك الحاجات او الاستقرار اللي انت عايزه ممكن، وان انت اتخذت قرار بشأنها، وان انت بان انت تبدأ فيها او تكملها بمعنى تانية. تعالى نشوف كده مشاعر الشريك ايه. دي علاقة جديدة على ما اظن، او علاقة تصالح ممكن برضو. خلينا نشوف الكروت هتقول ايه. طبعا مشاعر الشريك فخر واعتزاز وتقدير، وحاسس انه الكينج، يعني حاسس بانه هو انتصر، يعني بالمعنى الحرفي بقى هو انتصر او فاز بحاجة حلوة قوي 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 قوي. ممكن يكون دي علاقة جديدة وانتوا اعترفتوا لبعض او هتعترفوا لبعض، بس في تجاذب بينكم شديد قوي. ممكن برضو يكون مشاعركم فيضة، يعني كل واحد بيبين للتاني المشاعر، بس اللي لسه في الاول، يعني لان انت كمان شاعر بالاستقرار. الكينج اوف بنتكلز يعني ملك النقود، اصلا ملك الاستقرار بمعنى ادق. فهو حاسس بانه انتصر وانت كمان منتصر، يعني انتوا الاتنين بنفس الاساس. دي علاقه جديده على ما اظن، وانت بادئ فيها وداخل بكل قوتك، بعد ما اتاكدت يعني ان هي دي العلاقه اللي هتحقق لك الاستقرار كله، فمش محتاجه تفسير تاني يعني. طب الشخص اللي داخل معانا العلاقه دي شايفنا ازاي؟ ايه يعني احنا ايه بالنسبه له؟ هو شايفك ان انت الكينج اوف سورتس، انت ملك السيوف. ملك السيوف ده شخص مندفع شويه، مع ان برج الثور مش مندفع يعني ولا حاجه، بس برضو هو شايفك مندفع، او شايفك ان انت برضو ممكن الكارت ده يبقى زيك برضو. ممكن تكون شايفك ان انت بتندفع في اتخاذ قراراتك، ممكن، والله اعلم يعني، سواء انت اللي عارض العرض عليه مثلا، اوكي، ممكن تكون انت يا برج الثور اللي عارض حبك على حد، او حد هو اللي عارض الحب عليك، بس هو شايفك ان انت شخص مندفع، بس شايفك في نفس الوقت انت شخص جميل وشخص واثق من نفسك جدا، وقراراتك كلها بتاخدها يعني صائب، يعني لما تكون هتبتدي في حاجة هبتدي فيها، وبتاخد قرارك بسرعة، بس انت متأكد منه جدا، مش تهور، تمام، وبتخش في الحاجة بقلب جامد، مهمكش من الاخر يعني، لان انت بص انت مستقر جدا، شخص واثق من قراراته، وفي نفس الوقت برضو اهو بص الكارتين بمعنى واحد. انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه، انت الكينج اوف سورتس، انت ملك السيوف، انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقه بيبتدي فيها صح، مش اي كلام، مش اللي هو انا هدخل معاك في علاقه نلعب، لا لا لا، انا داخل قصدي خير، او بمعنى ادق انا مشاعري حقيقيه، هو شايف ان انت مشاعرك حقيقيه وتستحق الثقه. هي تقريبا علاقه جديده. انت بقى كمان شايفه الكينج اوف بنتكلز، انت شايفه عرض، انت كل تفكيرك في على فكره برج الثور برج بيفكر جدا مش بالماديات، بالمستوى العلاقه، يعني بمعنى دق العلاقه دي هتروح فين بعد كده. فهو انت كمان شايفه ان هو شخص حقاني جدا، وشخص صادق، وعرضه صادق، لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق، وشخص جميل جدا، وهو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها، هو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها.
طيب هو ايه الخطوه اللي هياخدها لو هو شخص لسه معبرش عن حبه، او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقه دي لمستوى تاني مثلا ولا لا، فهو عايز يستقر، هو فعلا مقرر انه خلاص هو فاز بيك، خلاص هو ده مشاعره، هو حاسس بانه عارف لما تكون لقيت حاجه كنت بدور عليها بقالك فتره وقلت خلاص هي دي، مش هدور تاني، هو لقاك ومش هيدور تاني خلاص، ودلوقتي يقدر ان هو يفتخر بانه لقى حد زيك، انت الكينج اوف بانتكلز. ولو هو شخص كان بي 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 بيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، فهو هيستقر عليك خلاص وخد القرار والحكمة السليمة. سوري، هو الكارت ده ما كانش هنا اصلا صح؟ بقول في حاجة غلط. فهو مقرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة، ومقرر ان هو يبص لقدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها لفين بعد كده. لان انت كمان يا برج الثور انت كمان مقرر تكمل السعادة دي، وفرحان جدا بالعلاقة دي، انت سعيد جدا بالعلاقة دي جدا، ومشاعرك مكتملة، انت حاسس بان انتوا الاثنين حاسين بنفس الاحساس، احساسكم كلها متناسقة مع بعض، هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج حاجه تانية، انا كملت اللي انا عايزه وقاعد اهو وبس خلاص كده شكرا، يقول لك قفلت، قفل يا ابن الكمين وتعالى نروح. فانت يا برج الثور خلاص استقريت ومبسوط من الاخر، مبسوط في العلاقه دي جدا، وشايف ان هي دي العلاقه الكامله اللي هتحقق لك السعاده طوال الحياه. يعني هو شايف العلاقة دي ازاي؟ شايفها العلاقة الابدية، انتوا مربوطين مع بعض، شايف ان انتوا الاتنين قدر بعض، انتوا العلاقة بداية لو بتتعامل مع برج الجد او برج هوائي او ممكن يكون برج ترابي زيك، وممكن يكون برج مائي، او ممكن يكون برج برضو الجوزاء، اوكي، وبرج هوائي برضو ظهر لنا هنا، وترابي تاني، ظهر لنا ترابيين كتير قوي. فشايفك ان انت انت ده مش شيطان، ولكن في رابطه ما بينكم، في رابطه ما بينكم، عشان برضو ايه، اوكي هاخد دول بس احطهم على جنب كده، ناخد ده ونشوف ذا ديفل برج الثور. اعتقد ان هو كارت مش وحش ولا حاجه، يعني مش اكيد مش قصده شرير، لان انت شايفه السول ميت بتاعك، شايفه ان الحب كله والعصافير حواليكوا والحياه مزهزقه خالص يا برج الثور، ولو انت معجب بحد ودي علاقه اعجاب فهو كمان معجب بيك. مش بقولك هي دي العلاقه المثاليه، وبتتعامل مع حد برج مائي برضو، ان هو ده الشخص اللي انا هقدم له العرض، لو هي اعجاب فالشخص ده معجب بيك وهيجي لك يقول لك بقى ان انت اللي انا هرتبط بيه خلاص، وده مربوط بسلاسه، مش هنسيب بعض ابدا يا عمري. هنفضل مربوطين في بعض كده، وانا هقدم لك عرضي قريب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفه حاجه حلوه قوي، انتوا الاثنين مشاعركوا واحده على فكره، يعني انت شايفه ان هو السولميت بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك، واعتقد ان هي زي ما قلت لكم هي علاقه حب هتنتقل بعد كده لحاجه تانية، ومشاعركوا واحده اهو، هي علاقه في الاول خالص. طب النصيحه ايه؟ النصيحه يا برج الثور ان انت تساير العلاقه بقى. يعني ايه اساير العلاقه؟ يعني تمشي بقى مع الطيار، هقول لك ازاي دلوقتي، هنفسرها برضو. اعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شويه مثلا، ممكن تكون قلقان شويه منه، او قلقان قوي من مشاعره مثلا، فخايف شويه بتاخد احتياطاتك، او ممكن يكون في الم من الماضي. يا برج الثور انت هتتجوز،
الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقه قدام عشان انت في الاخر هيبقى في سعاده ما بينكم. ده شخص المقدر ليك يا برج الثور، ده السلمي بتاعك. انا بقول لك الكروت كلها زي بعض اهي. يعني النصيحه بتاعتك يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقه وانتم متخاصمين ورجعتوا مع بعض، لان بصوا اهي في تواصل، يا اما في تواصل رجع تاني لو علاقه قديمه وكنتم متخاصمين ورجعتوا تاني، ودي مشاعر بتتجدد بقى اللي هم احنا سايبين بعض بقى لنا فتره. لو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقه في الاول، فما تخافش، هو بيحبك قوي قوي وشايفك حاجه كبيره قوي 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 قوي. بس سيبك، بس الكارت بيقول لك شيل بقى الام الماضي دي اركنها على جنب عشان دي العلاقه بتاعتك الحلوه، في حاجات حلوه جايه لك يا برج الثور. شيل بقى الام الماضي دي، ارميها بقى، ارميها وابدا من جديد. ولو هي علاقه جديده شيل المخاوف لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شويه، لو هو مندفع او ما هو بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شويه، ما تخافش، هو بيحبك ونيته سليمه يا برج الثور. قراءه جميله قوي، قراءات الابراج الترابيه جميله، عجباني انا شخصيا. طيب نشوف بقى، نجمع دول على بعض كده ونشوف. طبعا دي قراءة لذيذة، لكن في اكيد الجانب الاخر من برج الثور، وهو الجانب مش الاسوأ بقى، اللي هم الناس اللي متخاصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان ما اجي افرط الاقي الناس اللي متخاصمة او بقى لهم سنة ما يعرفوش عن بعض حاجة، او بعيدنا عن بعض وبالتالي متخاصمين. خلينا نشوف مشاعره ايه ونيته اتجاهنا ايه. ده تعبان قوي يعني. اللي يحيط مخاوف، يعني محبوس جوه الذكريات واللي حصل بينكم والفراق وطريقه الفراق وطريقه البعد، وممكن يكون تعبان وعايز يرجع ومش عارف، ممكن يكون خايف يقدم رجل وياخر رجل، وعايز ايه؟ عايز يدي العلاقه دي فرصه تانيه، عايز يرجع يا برج الثور، ونفسه انه يقدم عرض تاني، وشايف كنت الشخص المناسب، او اكتشف بعد الفراق وبيلوم نفسه على طول بانه سابكه. ده شخص بيلوم نفسه على طول، يقول انا السبب، انا العلاقه دي باظت بسببي و و و و والكلام ده كله. بس كده. ورق بيوضح بعضه. هو في مرحلة اللوم دلوقتي، واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه ونيته. وانا ما بكرهش المستقبل، بس يعني بكره النية، يعني النية ممكن تكون محققة وممكن يصحى الصبح يقول لا مش هرجع، بس دي نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة يعني ان شاء الله. بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار مفيهوش رجعة، بانه يبدأ تاني زي ما بقول لكم، عايز يدي فرصه جديده، وبيلوم نفسه قوي على اللي حصل، وان ازاي سبته وضيعته من ايدي، وشخص كان كويس وكان توأم ليا، فانا هدي العلاقه دي فرصه تانية وهرجع ان شاء الله، يعني نيته انه يرجع. برضو الحمد لله القراءه المره دي حلوه. الابراج الناريه ما كانتش موفقه قوي شويه كده عشان الناريه بقى وكده، والهوائيه برضو شويه. طيب لو عزاب بقى، العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص، وممكن يكون تكمله للقراءه الاولانيه او القراءه الثانيه على حسب. فمين الجاي في طريقكم يا برج العزاب؟ سوري يا عزاب، يا برج الثور. هلخبط الكلام خالص. عشان بحب افرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه. نختار برضو من النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه وناويه على ايه ان شاء الله. انا خير باذن الله.
شفت لكم ايه خير. اللي جاي في طريقك حد سنجل وحد يعني سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده لان مشاعره هو قلب مكسور اصلا يعني هو جاي لك هو سنجل يبقى معنى كده ان هو حد جديد وخرج من علاقة ممكن لان قلبه مكسور وموجوع جدا 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 وعايز يتجوز بقى ده شخص عايز يستقر وعايز يخرج من الجنتلة دي وعايز يستقر. ممكن يكون حد قديم برضو نشوف برج الثور ممكن يكون حد قديم وانتوا سبتوا بعض وهو منتظر اللحظة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية. خد لك برج من هنا كده يوضح. ممكن يكون حد قديم فعلا والعلاقة ما بينكم انتهت بطريقة مش لطيفة خالص. هو اللي خدعك او انت اللي خدعته حاجة من الاتنين يعني. الاخر كده يعني قطعتوا ببعض وكان منتظر لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني. ولما الامور هديت فعلا وهو قدر يقف على رجله تاني ويجي لك. او ممكن بقى سيناريو تاني خالص ده شخص تاني انت متعرفوش اصلا انت لو عازب وهيجي لك سنجل اهو وهو خارج من علاقة وحشة قوي 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 خارج منها مهزوم العلاقة اللي هو خارج منها دي وانتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا وللأسف خسر منها كتير خرج منها مهزوم وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس فكان سنجل استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا الشخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة وبالفعل اختارك انت بقى برج الثور الف مبروك عشان يبدأ معاك البداية الجديدة الحلوة دي وتجيبه عيل صغير بإذن الله. قراءة حلوة جدا 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 لبرج الثور. انا بحب برج الثور وبصوا احو ادي العرض واستشفاء. اعتقد ان هو شخص فعلا كان تعبان او حاجة وخف من العلاقة اللي فاتت دي. برج الثور ميرسي جدا وشكرا لمتابعتك ويا رب تكون القراءة عجبتك ومتنسونيش الاشتراك واللايك.